السؤال الأول في هذه الحلقة من سائل كريم يقول: أنا مقدم على شراء شقة، وكنت قرأت في العقد بندا صريحا أنه في حالة التأخر توجد غرامة التأخير 1.5% من قيمة الشقة. هل هذا البند يعد من الربا؟ هل هذا العقد يعد عقدا شرعيا أم لا؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الغرامات التأخيرية على الديون من الربا، وعلى هذا قرارات المجامع الفقهية المعاصرة، لكن هذا مما عمت به البلوى في معظم العقود في واقعنا المعاصر. فإذا احتجت إلى هذا العقد فاجتهد في الوفاء بأقساطك في مواقيتها حتى لا تقع تحت طائلة هذا الشرط فتبطله عمليا إن عجزت عن إبطاله تعاقديا وقانونيا. لقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول هذه القضية ما يلي: لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون، سواء أكانت ناتجة عن قرض نقدي أو عن فاتورة استهلاك أو عن بيع بالتقسيط أو بالأجل، ويشرع للدائن أن يلجأ إلى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء، هذا مع مراعاة ما جاء في المعايير الشرعية بالنسبة للبنوك الإسلامية. لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقود، في فرق بين الديون والعقود، في سائر العقود المالية التي يكون فيها الالتزام الأصلي، التي لا يكون فيها الالتزام الأصلي مبلغا من النقود كعقود المقاولات ونحوها. فإذا ألجأ المسلم إلى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات، كما هو الحال في عقود الإيجار والكهرباء والهاتف ونحوه من عقود الإذعان، جاز له الترخص في ذلك على أن يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للإثم الناتج عن التعامل بالربا، فإن آكل الربا وموكله في الإثم سواء.